طيب انا كده بريكورد بطريقتين. ماشي كويس. فده الطريقه اللي اجيب بيها ايه الكونفليكت بوينتس عموما. حلو كده. فلو رجعنا بقى تاني للسلايد entire screen هنا شير خلاص. لو رجعت هنا في السلايدز هتشوف الشكل اللي ايه العجيب ده. هو كل الشكل ده الرسمه بتاعت النوت. خلاص ال X دي diverging conflict point، ال data merging، وال data اللي هي ال hatched أو whatever يعني أو solid دي crossing conflict point. خلاص الاتنين بيتقاطعوا مع بعض هنا في النص، دي كلها crossing، دي cross bound. ف تلات أنواع، في merging و diverging و crossing. وفي عندك في ال intersection ال four leg العادي اللي فيه حارتين، اللي فيه حرف كل اتجاه يعني، عندك 32 conflict point زي ما انا كتبها لك هنا على ال 4 approach unsignalized intersection. unsignalized يعني مفهوش اشارة. خلاص مفهوش اشارة مرورية. طيب حلو اوي. انت في ال يعني في السيجنال لو عندك ترافيك سيجنال لو عندك ترافيك كنترول بتحاول ان انت تمانج ال conflict points بتاعة ال intersection. بس ده كفكرة يعني. طيب ايه انواع ال at grade intersection؟ انتوا فاكرين قبل كده قلنا لكم في ال انا كنت حاضر السكشن لما شرح لكم المواعيد. عندك نوعين intersections، في at grade وفي ايه grade separated او grade separation. ال grade separated ده زي ال freeways، هتلاقي عندك مفيش تقاطع في نفس مستوى الطريق صح. لو عندك طريق بيتقطع معاه يعدي من فوقيه بكوبري او ينزل من تحتيه بنفق كويس ويتربطوا مع بعض بالرامبس واللوبس. ففي الكيس دي مثلا ده كان تعتبر interchange يعني. ممكن يكون في great separation بس مش interchange، تلاقي كوبري بيعدي من فوق طريق بس مش مربوطين ببعض، مش لازم يعمل لك عليه منزل تنزل على الطريق تاني. طيب حلو أوي. أول نوع عندك هنا مثلا في lat grade في T intersection. كل ال lecture بتاعتنا أو مش كل ال lecture، كل ال slides دي اللي أنا بشرح فيها دلوقتي على ال lat grade intersection. في واحدة تانية على ال على interchanges ممكن نبقى نبص عليها لو في معنى وقت كويس. انا كنت عامل حسابي ان انا اشرح منها جزء، لو حسيت ان تو ماتش والناس مش قادره مش هتقدر تاخد كل ده او هيبقى تو ماتش عليكم مش هشرحها يعني هكنسل. طيب فده عندك تي intersection تمام. في عندك plane تي intersection ده ما فيهوش اي حاجه، هو مجرد تقاطع الطريقين مع بعض. طبعا انت ما شفتش ايه اللي مش بلين فانت مش هتفهم قوي غير لما اشرح اللي بعديه ايه اللي مش بلين انترسكشن. فده بلين انترسكشن وفي عندك انواع مختلفه من المانوفرز. ده بيسمح بست مانوفر. لو حسبت بقى اليمين والشمال والطوالي 3 و3 وواتيفر يبقى عندك ايه في المانوفرز اللي هو بيسمح بيه. خلاص طيب فعندك في بلين تي انترسكشن، هتلاقي ان انا حاطط لك شويه نوتس هنا لما اجي اعمل بي دي اف، يا اما سيفهم كنوتس يا اما هنقلهم كوبي واحطه لكم جوه السلايد هنا. فالبلين تي انترسكشن سوتبل لو الماينر للماينر واللوكال رودز كويس. عندك اللوكال رودز ماينر مش حاجه مفهومش حاجه ميجر يعني. سوتبل فور رورال تو لين هاي وايز اللي عليهم لايت ترافيك. بيالاو 6 تايبس اوف مانوفرز في الانترسكشن. طيب ممتاز. ممكن يكون عندك تي انترسكشن في رايت تيرن اونلي باي او رايت تيرن لين، فهتشوف هنا هو فتح لين للناس اللي داخله يمين لوحدها يعني صح. انا عندي فيه حارتين، حاره مكمله طوالي وبتكمل هنا بعد الانترسكشن صح، وفي واحده رايت تيرن اونلي باي للناس اللي داخله يمين بس، فاللي عايز تخش يمين بس بتفتح له الباي ده هنا تمام. وده بيتعمل له ديزاين برضه يعني. انت بتعمل ترافيك ستادي تعرف انت عندك ناس قد ايه بتخش يمين في الراش اور، وبتعمل له الطول بتاعه كافي ان ما يبقاش فيه كيوينج بيحصل لان هو يسبل على الطريق الاصلي او على الحاره اللي هي ماشيه طوال عشان الطريق ما يقفش يعني. طيب ال في شويه معلومات برضه هنا. تي انترسكشن وذ رايت تيرن لين بي سيبريت الرايت تيرنينج فيكل من الثرو ترافيك. خلاص مش لازم بقى من ايست ولا مش من الايست، ده مش مهم، انا همسح دي. ده كمثال يعني بس ما تبقاش حاكم نفسك بمثال، ممكن اجيبه لك من اي اتجاه. suitable for higher speeds والturning وturning volumes. خلاص انت عندك الفوليوم زاد فهيبقى عامل ازمه في الحاره اللي ماشيه لوحدها هنا.
فزودت حركه صح؟ فمنطقي يعني في حاجات ما تحاولش تحفظ كل حاجه يا جماعه، لو انت فاهم هتبقى فاهم ان انا اقول لك ايه ايه ليه اعمل ده او ده ايه مميزاته. والله انا عندي الترافيك بقى زياده، فانا فصلت الناس اللي داخله يمين هنا، عملت لهم حاره لوحدهم لان التيرنينج موفمنت التيرنينج فوليوم بتاعهم كان عالي. طيب بيريديوس الرير اند كولاجنز، فاكر انت اديتكم انا في الليكشر قبل كده الانواع بتاعه الكولاجنز؟ الرير اند ان انت عربيتين يدخلوا في بعض من ورا، يعني عربيه تدخل في العربيه الفولو الفولوينج يدخل في الليد فيكل من الظهر، ده اسمه رير اند. الرايت تيرن بي ده بيسمح ان الرير اند كولاجنز تقل كويس، بيقلها، لان انت عندك الناس لو هما كلهم في حاره واحده اللي داخل يمين ممكن يبطئ فانت تدخل في ظهره او وات ايفر يعني، او حد بيعدي الشارع عند الانترسكشن فهو واقف فجاه فانت تقوم داخل فيه من ورا. لو فصلت الحركه بتاعتهم الناس اللي ماشيه طوالي هتتفصل عن اللي داخل اليمين كويس. تمام طيب ثانيه واحده يعني، معلش يا جماعه ثانيه واحده اديني دقيقه واحده. انا معايا دول في الكارت، في الكارت كام في المحفظة، في المحفظة خدي دول برضو وخدي خدي التانيين ماشي. طيب تمام يا جماعة. طيب ممتاز، انا وقفت فين؟ كان بيallow for six types of maneuvers لل intersection. طيب ايه الانواع التانية؟ في عندك C و D دول ال CT intersection، في right hand passing lane. الكلام بقى شارح نفسه، انت لو فهمت اللي فات هتفهم انا بعمل ايه هنا خلاص صح؟ عندي right turn hand passing lane، انا زودت حارة الناس اللي هنا اللي ماشية طوالي ببعده عن اللي داخل شمال صح؟ اللي هيجي يقف هنا عايز يخش left turn يدخل بقى براحته في ال left turn، اللي عايز يكمل طوالي افصله واعمل له حاره لوحده يكمل طوالي. طيب حلو، برضه هتلاقي كتب لك هنا شويه بيانات عنها. ال T intersection the right hand passing lane suitable for high speeds and turning volumes صح، انا الناس عندي سرعه عاليه على الطريق ده وفي عندي turning volumes high برضه، high speed و high turning volume، فافصلهم عن بعض احسن. by provide the space needed لل through vehicles to maneuver around the left turning vehicles صح؟ تمام. اوكي بعد كده بريديوس رير اند كوليجنز، نفس الفكره اللي عملناها في رايت تيرن اونلي باي، عامل ليفت تيرن اونلي باي هنا يعتبر ليفت تيرن اونلي باي. تمام بريديوس رير اند كوليجنز وبيلاو ست تايبس اوف مانوفرز على الانترسكشنز برضه. طيب التي انترسكشن ويز الايلاند اند تيرنينج رود وايز، هو الدي ده اللي انت شايفه هنا، في هنا الداش دي او اللي هي الهاتشد، دول اسمهم تشانلايزيشن خلاص، ممكن تكون ماركينج على الارض وساعات بتكون خرسانه مصبوبه اللي هي الكيرب، الكيرب يعني اللي انت بتشوفها. اعتقد انتوا محتاج اوريكم برضو شويه الاشكال صح، انا كنت بدور عليها هنا شايفين انتوا ده كيرب ريزد كيرب اهي صح، والله ممكن تبقى كده ممكن تبقى لين ماركينج زي ده بالمنظر ده. الاثنين تشانلايزيشن، واحده فيهم بتبقى ريزد ايلاند وواحده فيهم بتبقى في نفس مستوى البيفمنت كويس، ايا يعني كانت بقى دي او دي هما نفس الايه نفس الفكره يعني. طيب امتى بعملهم؟ انت لو خدت بالك هو عمل باسنج لين للي عايز يكمل طوالي اهو، خد اللي داخل في الليفت تيرن اونلي باي عمل له التشانلايزيشن هنا، وعمل برضو channelization للي جاي وعايز يدخل يمين وعمل له right turn only bay هنا، واللي عايز يكمل على الطريق اللي ماشي طوالي هيدخل في right هيعمل right turn في ال auxiliary lane اللي هنا ويطلع من ال auxiliary lane يدخل على الطريق اللي ماشي through، دي اسمها through movement عموما. طيب انا اكتب لك برضو هنا شوية notes تفتكرها suitable for left for the high left and right turn volumes صح؟ لو انت الاثنين عندك عاليين فانا عملت رايت تيرن اونلي باي للي داخل يمين عشان هما كتير، وليفت تيرن اونلي باي للي داخل شمال عشان برضه هما عددهم بقى كتير في الانترسكشن، فهيعملوا لي هيعمل يعني هيبقى الطريق واقف صح،
هيعمل زحمة في الراش اور. بي بروفايد رايت تيرن لين للفيكلز اللي داخلة يمين من الميجر، وبي بروفايد اكسلريشن لين للفيكلز تيرنينج رايت من الماينر. الماينر اللي هو الطريق الصغير او اللي السرعة عليه بتبقى اقل والفوليوم عليه غالبا بيكون اقل، والميجر عليه السرعة بتبقى اعلى وغالبا الفوليوم عليه بيكون اعلى. ممكن يكون نفس السرعة بس الفوليومز مختلفة، فيبقى واحد فيهم ميجر وواحد ماينر برضه. فهو عمل هنا acceleration lane اللي انا قلت لك عليها هنا للي عايز يدخل على الطريق الميجر. طيب و provide left turn storage lane لل left turning vehicles اللي هنا، ايا كان اسمه بقى، اسمه left turn storage lane، left turn only bay، كلها نفس المعنى واللي كلهم technical يعني، ممكن تلاقيهم في الجايدلاين مكتوبين كده وممكن يكونوا مكتوبين كده، مش أزمة. طيب كويس أوي. في حد هنا عنده أزمة في الـ T intersection؟ الكلام اللي بكتبه هنا ده مهم برضه يا جماعة، مش مجرد نوتس عشان أشرح لك، ده الكلام ده لازم تبقى أنت عارفه، ولو أنت فاهم اللي أنا شرحته هنا مش هتحتاج تحفظ ده أساسا، مش محتاج أحفظه خالص. ولو سألتك عليه هتجاوب، سألتك عليه بقى صح وغلط هتجاوب، سألتك قلت لك اكتب لي ايه ميزة ده، هتكتب ما فيش أدب. ممكن اقول لك تعمل له ديزاين، وجوه المسألة بتاعت الديزاين اقول لك في ايه، قول لي ايه الميزة بتاعته او هو ليه بيتعمل كده، صح؟ طيب اللي بعد كده عندك الفور ليج انترسكشن، خلاص بيكون طبعا الفرق بينه وبين التين ان في ليج زيادة للطريق الماينر يعني. طيب حلو أوي. عندك برضه أشكال مختلفة، في هنا A و B وفي هنا C و D، أشكال مختلفة نفس الفكرة خلاص. عندك A مثلا بي used where minor roads cross low turning volumes، خلاص الماينر عليه low turning movement، فتلاقي شكله بيكون بالمنظر ده زي ما انت شايف، مفهوش أي اعتبارات زي البلين، صح؟ ال B ممكن يكون فيه channelization على ال minor زي ما انت شايف كده. طيب AC ده تمام، لو بصيت عليها هتشوف ال في median على ال major، في هنا right turn channelization على اللي جاي من ال minor برضو، وهتلاقي برضو كتب لك عليه شوية معلومات هنا خلاص. ال بس طالما امتى C لما يكون عندك right turning movement are frequent و common في ال suburban areas، خلاص الناس اللي داخلة يمين من على ال minor هنا ال frequent كتير، عددهم كبير. طيب pedestrians لو موجودين بيفضل ان نعمل لهم channelization، صح؟ لان ديت هي البي ده بيحمي ال pedestrian يعني، ممكن اعدي ال right turn الاول واقف على ال curb، صح؟ واستنى عليها شوية لحد ما الاقي الدنيا هنا كويسة على الميجر واعدي الشارع، واقف على الميديان الاول واستنى الدنيا تبقى كويسة واعدي الناحية التانية. فالتشانلايزيشن اول لما تشوفه مش مجرد بس ان هو السي يعني، دي معلومة انا كتبها لك في سي، بس دي معلومة عامة ان انت التشانلايزيشن اصلا بيساعد البيدسترينز يعني، تمام؟ طيب دي هتلاقي في الاعتبارات اللي انت شفتها لما كنت بوريك التي انترسكشن دي، نفس الفكرة خلاص. ده في left turn only bay على الميجر، وفي channelization، وفي عامل هنا taper لل right turn، وفي هنا acceleration lane اللي جاي من على الماينر، في كل حاجة كاعتبارات خلاص. وفي هنا برضو نفس الكلام، اليمين بيدخل في حارة زيادة من اللي جاي على الماينر. طيب ده أكيد هستخدمه لما يكون عندي high through و turning volumes signalized، خلاص ده اغلب الوقت هيبقى سيجنالايز. سيجنالايز اللي كتبها هنا المفروض تبقى في سطر لوحدها خلاص. فده انا بعمل الاعتبارات دي كلها، اغلب الظن بيكون ده سيجنالايز انترسكشن اللي بعمل فيه كل الاعتبارات دي، كويس كده. السيجنال انا مش هشرح لكم السيجنال لان ديت جزء من الترافيك، الكورسات بتاعت الترافيك، بس السيجنال لما يكون الفوليومز كتير قوي على الانترسكشن، الخطوة اللي قبل ما تعمل جريد سيبريشن هي بتكون الخطوة بتاعت الترافيك سيجنال، كويس؟ فانت الفوليوم عندك زاد قوي، فمحتاج ان انت تنظم الحركة بتاعت الترافيك على الانترسكشن، فاعمل ترافيك سيجنال، صح؟ ممكن بقى الوضع يبقى اسوأ بعد كده، فتضطر ان انت كمان الترافيك سيجنال مش نافع، ف
في الراش اور والطريق واقف. والديلاي فيه بقى عالي، لما تيجي بقى تتكلم تكنيكال هتلاقي الديلاي والليفل اوف سيرفيس والكلام بتاع التكنيكال اكسبريشن، ساعتها هبدأ اطلع لجريد اعلى، ان انا ممكن اعمل جريد سيبريشن اصلا، او ان انت تقفل الموفمنت معينة على الانترسكشن اللي عامله لك مشاكل وتسحبها توديها على مكان تاني لو ده متاح بالنسبة لي. يعني لو متاح، ممكن يكون مش متاح فاضطر اعمل جريد سيبريشن. طيب تمام، ده كان الفور ليج انترسكشنز. في عندك مالتي ليج انترسكشنز مش مفضلة، حلو كده، عشان برضو لو سألتك عليها أنا جايز أسألك عليها وأقول لك هي مفضلة ولا لأ في السؤال، فتقول لي لأ مش مفضلة خلاص. فأنت عندك هنا في أكتر من ليج، يفضل لو أنت عندك الألاينمنت في واحد فيهم داخل بالميل ده أبروتش، يعني يفضل أنت تفصله وتخليه يبقى تي انترسكشن وتبعد تعمل نيو ألاينمنت وتفصل ده الأولد ألاينمنت ويدخل كتي انترسكشن في مكان upstream من ال intersection of four leg. ده الحل خلاص. لو عندك اتنين بالمنظر ده هنا old alignment و old alignment، لو انت يعني في مرحلة الديزاين وتقدر تتجنبها تسحبهم وتخليهم يعملوا four leg intersection قبل ال intersection التاني، ده أفضل يعني. طيب ممتاز. في عندك traffic circles صح كده، احنا عدينا ليه، عدينا على ان في T intersection وفي فور ليج انترسكشن وفي مالتي ليج انترسكشنز، وقلنا كل واحد فيهم ايه اللي ممكن يكون مميز فيها وبستخدمه امتى، وان المالتي ليج انا ممكن اتجنبه مش محتاج ان انا اعمل الشكل ده في الديزاين، ممكن اتجنبه واقلبه التي انترسكشن مع فور او فور مع فور ليج انترسكشن. في ايه تاني غير دول؟ في عندك ترافيك سيركلز كويس. الترافيك سيركلز بتتقسم لكذا حاجة مش كلهم زي بعض، في روتريز دي بتبقى الديامتر بتاعها كبير أكتر من 90 متر وبتلاو سبيدز أكتر من 50 كيلومتر بالساعة، السرعة عندها ممكن تكون عالية. في نيبرهود ترافيك سيركل دي less than روتريز in diameter أو سبيد، أصغر شوية. وفي الوحش بقى الكبير عندك الراوند اباوت، دي اللي هي يعني الأكثر أو اللي الأكثر يعني فيم واستخدام كويس. في العادي يعني السيركل بتكون أعلى من الأصغر من الراوند أباوت كويس. الراوند أباوت عندها يلد كنترول على كل الأبروتشز بتاعتها كويس. عندك فيها سيبريشن للكونفليكتنج موفمنتس باي ماركينج أو ريزد أيلاند، خلاص يا إما تعمل ماركينج أو تعمل ريزد أيلاند زي ما قلت لك ال channelization ك technical expression من ال design guideline. ال speed بتاعتها بتبقى أقل من 50 كيلومتر بالساعة، ده طبيعي لأن أنت ال roundabout أكبر زي ما قلت لك من ال circle هي كبيرة، فأنت مش مجرد إن أنت هتعدي وتكمل طوالي، ال circle ممكن أعدي من جنبها بسهولة وأنا ماشي بسرعة، ال roundabout مش هينفع لأنها كبيرة لازم تبطأ وتخش في ال وتخش جوه ال roundabout وتمرج مع الترافيك اللي موجود فيها أصلا. ال مفيهاش باركينج على ال جوه الراوند اباوت تمام. طبعا في حاجات بتبقى يعني هرجع للفيديو اللي انا حاطه هنا بس ممكن نكمل دي الاول. ده شكل الراوند اباوت اهو خلاص. في عندك ييلد لاين كل الابروتشز وهي داخله، بتلاقي في ييلد لاين لازم يجي عنده وييلد للناس اللي موجوده جوه الراوند اباوت او لو حد عايز يخرج من الراوند اباوت كويس. لو هي حارتين يعني في الطبيعي ممكن تلاقي فيها حارتين، الحاره اللي بره لازم تيلد للحاره اللي جوه، يعني لو في واحد ماشي جوه الراوند اباوت في الحاره اللي جوه وعايز يطلع لازم 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 تخرجه انت اللي تيلد، فاول ما يدي اشاره لازم انت اللي تبطئ وتعديه تمام. الكلام ده يعني بنسبه كبيره مش بنحترمه هنا في مصر في الراوند اباوت كناس بتسوق يعني كوجه عام، لكن في الطبيعه لازم يكون اللي ماشي بره بييلد للي ماشي جوه الراوند اباوت تمام. عليك شوية معلومات بسيطة هحطها لك هنا عن ال يعني عن الويتس بتاعها، ال بيكون فيها هنا في الجزء ده في منه تراك ابرن هنا، لأن التراكس في الطبيعي بتاخد مساحة كبيرة وهي بتلف، فبيسيب لهم مسافة هنا اسمها تراك ابرن عشان التراكس تعرف تلف وتبقى ليها مساحة كافية. طيب كويس.
يعني عايزك، ده اللي عايزك تعرفه عنها كمعلومة عامة. لو احتجت تعرف حاجة زيادة هحطها في السلايد هنا لما اجي ارفعها لكم. خلاص، انا كنت بفكر احط لكم مميزات وعيوب الراوند اباوت في تيبل، جايز احطها هنا، فانت تشيك بس في السلايدز وانت بتذاكر. لو انا زودتها هنا ذاكرها في ال ك ك كجزء مطلوب منك في المادة، يعني مش مجرد حاجات وخلاص. في حاجات طبعا بتبقى معقدة، يعني لو فتحنا ده اهو ممكن تلاقي حاجات غريبة شوية في شكل الانترسكشنز. يعني You know how England likes to call some of its intersections circuses, and it doesn't. لو الصوت مش باين مش مهم يعني. One roundabout that actually deserves the title, even if it doesn't get it. Off the rockers lately. Your first thought upon seeing Swindon. بص بس على الموفمنت بتاعتهم وفكر ايه اللي بيحصل. Are really off the rockers lately. But this thing, which is actually seven roundabouts in one, has been working for 60 years. In a regular roundabout, traffic moves in one direction. In Swindon Circle, cars move both ways. Also, drivers can move from point A to point B without having to drive all the way around the circle. But they do have the option to use different routes to get to the same exit in order to avoid traffic. It may look chaotic, but it's actually pretty efficient because it means less fighting for space. You just point your vehicle toward where you want to go, yield to cars already in the midst of the magic, then Brexit on the other side. Many Americans may hate roundabouts, but they can actually cut serious crashes by 30%. Swindon says its roundabout has only seen one fatal crash in the past 5 years. So to celebrate a town anniversary, they paraded over 60 vintage cars through this feat of traffic engineering. Is this madness? The other side. Point your vehicle one has been working for. طبعا زي ما انتم شايفين هنا دي عبارة عن سبعة، يعني في هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، في خمسة سيركلز جوه الراوند أباوت أصلا، تمام؟ وفي جزء تاني شرحت فيه قالت لك هو أنا إزاي الناس اللي سايقة بتفهم البتاع ده يتعامل معاه إزاي. قالت لك ببساطة يلد وخش، خلاص أنت داخل على المنظر ده. كل الدرايفرز لو داخل على الكلام ده، لو يلد ودخل ربنا يكرمه، بس تيلد اهم حاجه، ان انت تيلد للناس اللي ماشيه جوه الراوند اباوت. بس ده هو ده الفكره لو الموضوع تايه منك يعني. بس هي البوينت ان انت في اشكال هتلاقيها غريبه، ممكن تلاقي سيركلز موجوده جوه الراوند اباوت او حواليها بالمنظر ده يعني. تمام، كل ده بيطلع معاك لوح ديزاين في الاخر في الشغل. هتلاقي عندك كل اللي احنا بنقوله ده بيطلع معاك كلوح ديزاين لمنطقه كامله بقى، او لمدينه كامله، او لمنطقه بتعمل لها ابجريدز او وات ايفر. وساعات في انترسكشن بتعمل لها ابجريد الراوند اباوت كتير. تمام، طيب نرجع تاني للسلايدز. طيب الالاينمنت بقى، كهوريزونتال الالاينمنت عند الراوند اباوت، او سوري يعني الهوريزونتال الالاينمنت عند الاد جريد انترسكشنز عموما، ان انت في حاجات لاعتبارات معينه لازم تهتم بيها. خلاص، وانا هسألكو كمان شوية في سؤال، لو في حد يقدر يجاوبه ممكن اديله بونص. تمام، بس انا مش حاطه هنا، يبقى انا حاطه هنا هسأله هنا. الرايت انجل او النير نيرلي رايت انجل دي اكتر حاجة بنفضلها. كويس، رايت انجل ان هما يكونوا الاتنين عمودين على بعض، الطريق الماينر 90 درجة مع الطريق الميجر، دي احسن حاجة يفضل ان انت تعملها بالشكل ده. فيها less road area required في ال design، وفيها lower exposure times لل crossing vehicles. خلاص، و better visibility أحسن طبعا. هكتب لك المميزات هنا. كويس، اللي أنا ممكن أسألكوا فيها لو حد يقدر إن هو يشرح حالي. خلاص، بس خلينا نرجع لها بعد ما أخلص الحتة دي كمان. ده ال vertical alignment أهو، الاعتبارات بتاعته إن أنت بت avoid large change في ال grades في ال intersection. ال grade should not exceed 3%. تمام، وانا بقولك هو should not، لان ال standard لما بقولك should not ده معناه ان انت مش لازم، مش ملزم بيه. خلاص، لكن يفضل يعني الاعتبارات ليها علاقة بالديزاين وكل حاجة ان انت يكون ال mail 3 مش بيكسيد 3%. It's not advisable to use grades higher than 6%. خلاص، يعني لا يفضل انك تعدي 6%. ده كـ vertical alignment.
يعني برضه هحطها لكم فوق هنا عشان ما ننساهاش. ده كـ horizontal alignment و vertical alignment كاعتبارات عامة. في اعتبارات غير كده وفي حاجات كتير في الـ design guideline، بس دي الحاجات الأساسية اللي أنت محتاج تكون عارفها في الوقت الحالي يعني. طيب دي اللي أنا ممكن يعني أديكوا عليها بونص لو حد عارف إن هو يشرحها لي. ده إيه بيقول لك هنا؟ إن الـ exterior left turn offset أو exterior left offset intersection better than right offset vehicle enter right offset intersection. بس هنكتب ده هنا عشان اللخبطة. سيبك من الباقي، لأن الباقي كنت هشرح حتة تانية. خلاص أنا بقى أنا مش عايز ده عشان تسيبكوا تفكر. في حد فاهم الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بالأخص ليه علاقة بالرسمتين سي ودي، سي اند دي دول. لو في حد فاهم دول او شرح لي ايه الازمه اللي مكتوبه هنا دي، يعني هديله بونص. مش عيب انك تغلط يعني، افتح وقول، ولو غلطت مش مشكله، على الاقل انت حاولت. ممكن نرجع هنا اشوف حتى الشات لو في حد كتب حاجه. يا ريت بقى شوية engagement كده يا جماعة، حد يقول، حد يتكلم. ممكن تبقى دكتور حضرتك تجيب السلايد اللي فيها السؤال. تمام. السؤال تاني معلش يا دكتور. هو هنا بيقول لك في سي ودي، هو كاتب عليهم تعليق في الجايد لاين، هو بيقول لك ان اكستيرير ليفت اوفست انترسكشن احسن من الرايت اوفست انترسكشن. يعني كل ما احس ان انتم مش قادرين تجاوبوها هساعدكم سنه كمان لحد ما حد يعني يقول حاجه. تعالى نرجع ما عرفتش السؤال لسه داخل، معلش ممكن حضرتك توضح السؤال. اكتبه اهو في الوايت بورد احسن اهو، عن ستوب شيرنج اهو، ونروح للوايت بورد تاني. طيب تعالى نمسح بقى الكلام اللي هنا ده، او خلاص وينفع انزل كده احسن. انت عندك اهو بص الفور ليج انترسكشن في العادي اهو، يبقى الاتنين ايه، ماينور رود وميجر رود، الاتنين عمدين على بعض. ما اظن مفيش اسهل من كده، سهل اهو. ده بيحصل بقى ان هو ساعات لاعتبارات معينة بيضطر ان هو يوفر واحدة من اللاجز بتاعة الماينر ده. شايف اللاج دي واللاج دي، فيها اعتبارات ساعات في اللاند يوز اللي جنبك بتخليك اوفست واحدة منهم. فهو بيقول لك ان انا ممكن اوفست، اعمل ليفت اوفست، ان يعني اسيب واحدة منهم، وادي واحدة منهم ليفت، او ان انا اوديها رايت. خلاص، فبيقول لك في واحدة فيهم احسن من التانية. ليه بقى في واحدة فيهم احسن من التانية؟ هو ده السؤال. وده بيعتمد على الحرارات بتاع العربية، مثلا السرعة مثلا. يعني أنا عشان أعمل، عشان أخرج مثلا، المفروض أخرج من أجل العربية أجل السرعة، فالمفروض يبقى جنب اللف الرايت، إن أبطأ سرعة بتبقى في الحارة الرايت مثلا. هو مش صح أوي، بس أنت بتقرب، بس مش صح. هو ده أحسن، اللفت ده أحسن من ده، اللفت أحسن. ده أحسن. حد تاني حاول. هي الجملة بتقول ايه يا دكتور؟ ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ يا سيدي أدهم بيقول الجملة نفسها بتقول ايه عشان الجملة نفسها بتقول لك ان ال exterior left offset intersection احسن من ال right offset intersection. بس هو ده كله بتقول لك ان ده احسن من ده.
ممكن الليفت اللي جاي من الحاره اليمين سهل ان هو يعمل ميرجنج اليمين اسرع، فمش هيحتاج ان هو يعمل كونفليكت بوينت زي ما هي زمان في الرايت، فيخش من الحاره اللي جايه فيرتيكال يخش في الهوريزونتال على طول، ماشي. انت اكتر هيقلل الكونفليكت بوينت. انت اكتر واحد قربت يعني لسه مش قادر يجاوب. فين طيب لكن مهدي اللي جاوب ولا لكن مصطفى؟ الرايت هيبقى الموضوع صعب. لا انا مصطفى ده. مصطفى اللي بيجاوب. طيب انا افتكرت مهدي. طيب انت قربت يا مصطفى. هبعت لي بقى رسالة على الواتساب لمصطفى، أنا هشرحها خلاص. هبقى ابعت لي على الواتساب إن أنت اللي جاوبت الإجابة دي، مش الإجابة يعني، هي أقرب حاجة بس لسه ما وصلتش يعني، بس it's worth a bonus. طيب تعالوا نرسمها بقى كده مع بعض. نقول لكم ببساطة هو ده ليه أحسن من التاني. لكن في كيسز زي كده في الجايد لاين كتير، هتخش تفتح هو كاتب لك إن ده أحسن ومش شارح لك ليه، فبتحتاج تشغل مخك شوية وانت شغال. انت الفكرة انا اللي جاي من الماينور هنا اهو، في عربية هتيجي من الماينور هنا خلاص، وعايز يروح الماينور التاني اللي هنا ده. كويس. الميزة في اللي انت شفت ده ليفت، ان انا اخلي ده ناحية الشمال اهو، ان الراجل اللي جاي هنا هياخد وقته ان هو ما يعطلش الطريق الميجر ويدخل على الليفت تيرن هنا خلاص. لما يجي يخرج بقى من على الطريق الميجر هيخش هنا ايه، هيخش يمين على طول. اليمين اسهل بكتير من ان انا ادخل شمال من على الميجر، هو ده الفكرة. لو انت الناحية التانية هنا صح، ايه اللي هيحصل؟ العكس، ان هو يجي من هنا يخش يمين، فهو عمل لي السهلة على على الماينر، ان هو دخل يمين على الماينر ده، يعني انت كده مفيش اعجاز يعني. هيجي بقى يقرفني فين هنا؟ لما يجي عايز يدخل لي شمال على الميجر هنا بقى، هو كده هنا قرفني يعني. لما عايز يدخل لي شمال من على الميجر كده ايه، ده اسمه ايه، وجع. فهمت؟ فانا هنا وفرت، ده يعتبر توفير في الديزاين، ده احسن. انا كده وفرت على نفسي ان هو ايه، يعمل الترن السهلة من على المي من على الميزة. بس يا دكتور النقطة بتاع الخروج بتاعته كده، هو يطلع من الليفت ولا يطلع ازاي؟ انا يعني ما هو المفروض عشان يطلع بيهد السرعة ويبدأ يترن ليفت كده، فكده هو يروح عند الحارة الليفت اللي هي بتكون أعلى سرعة فيها، هو خارج قبل ما يدخل على السكشن. ما الفكرة فين بقى، إن أنت على الماينر أنت بتهد للناس اللي ماشية على الميجر، هو مش هيطلع يعمل دي هنا أصلا غير لما يكون الطريق فاضي. اه تمام اوكي. هو هنا هيستنى والله الدنيا بقت حلوة والطريق فاضي، يقوم داخل ويغير حارة وإيه، ويقوم داخل على اليمين. لما يجي بقى يعمل لي هنا الدخلة اليمين هنا، هيخش هو الطريق أصلا في ناس عادي، اليمين ينفع تدخل عادي، ويقعد بقى يغير حارات اه تمام. ويفضل واقف هنا مستني الطريق يفضل ناحية عادي عشان يدخل شمال. فده إيه كديزاين التاني أحسن بكتير اللي هو ده خلاص. طيب ممتاز. تعالوا نرجع تاني، نرجع للسكرين تاني أهو. طيب حلو، بس يعني انتوا يعني دفعة كويسة، في ناس فيكم بتشغل دماغها شوية، فده حاجة عظيمة. طيب كويس، احنا كده وقفنا فين؟ وقفنا في ال في الرايت في ال horizontal alignment وال vertical alignment. حلو، تعالى نشوف اللي بعد كده، لأن في حاجات أهم لازم أشرحها ولسه هناخد بريك، فهحتاج إن أنا أسرع شوية. كويس، ايه اللي احنا هنا ممكن نفوته؟ تعال نشوف. بص في دي كاعتبارات انا بس، كل اللي عايزك تفهمه في الـ في الكام سلايد اللي ورا بعض هنا، ان في اعتبارات ان انت بتعملها وانت بتديزاين التيرن نفسها خلاص. التيرن بتاعت اللي هو الكيرف ما بين اللي انت داخل الرايت تيرن ليه ديزاين طبعا، ودي في الجايد لاين ليه اعتبارات معينه خلاص. هتشوف هنا هو رسمها لك، في كمان سوفت وير اسمه اوتو تيرن، وفي كذا حاجه بتعمل بيها الموضوع الديزاين الترنات ده، هو بيسيميوليت العجل بتاع العربيه ويطلع لك الترن مكانها هيبقى فين، وتطلع عليها نقط وتديها للجماعه بتوع الكونستراكشن، بيسقط النقط في اماكنها المظبوطه عشان يطلع لك يبقى بيستوعب العربيه اللي بتلف خلاص. طبعا ده بيفرق معاك الديزاين بتاعها على العربيات اللي بتستخدم الطريق، هل انا بعملها باسنجر كار ولا متوقع عندي ان يكون في باصز وتراكس بتعمل التيرن دي فاعملها، هل الطريق ده جوه منطقه ريزيدنشال ما فيهاش باصات اصلا، ولا الكلام ده في منطقه على الشارع الرئيسي عليه اتوبيسات صح، ممكن يكون على طريق بيعدي من عليه تراكات مسموح عليه بالتراكس، فلو في تراك هتعمل رايت تيرن لازم استوعب الرايت تيرن دي. فدي المبادئ اللي انت ايه محتاج تبقى فاهمها
وانا بعمل الديزاين. حلو، هتلاقي هنا مكتوب لك مثلا مينيمم سيمبل كيرف، ده الديزاين بتاع سيمبل كيرف، خلاص 10 فيت او 30 فيت راديوس، ورسم لك فيه الباسنجر كار، خلاص اللي انا كتب لك هنا اهو الباس بتاع الويل اللي بره، الويل اللي بره والويل اللي جوه، الانر ويل طبعا اللي ناحية الكيرف من جوه، والاوتر ويل اللي ناحية الكيرف من ايه من بره. خلاص، وطبعا الويل ممكن يكون فيه في خلوص كده، بيكون انت عارف بين الويل لو بصيت عليها وهي بالترن والاكسدام بتاع العربية، هتلاقيه برضو مرسوم عندك هنا بالشكل المنقط ده. هو بيرسم لك الكلام ده كله، والسوفت وير كمان بيعملها، بيرسم لك يعني الجايد لاين يرسمها لك، السوفت وير برضو بيرسمها لك، وبيقدر ان هو يعمل لك الديزاين بتاع الماركينج نفسه والديزاين بتاع الراديوس بتاع كده. بس هتلاقي اشكال مختلفة، انا رسم لك هنا مرة باسنجر كار، خلاص رسمة تانية للباسنجر كار عامل فيها تقريبا ده تايبر، او عامل لك تايبر. التايبر ده ساعات بيبقى بعمل زيادة تدريجية في التايبرنج بتاع الترن، بيدخل التايبر لجوه، مش يعني ديزاينات مختلفة يا جماعة. خلاص باسنجر كار برضو في حاجة هنا للسنجل يونت تراك، وبرضو عشان الناس متتلخبطش انا حطيت لك الساين بتاعة الانش والساين بتاعة الفيت. خلاص الشرطة الواحدة دي معناها فيت، الشرطتين دول الانش، فلو عندك ستة فيت يعني ستة، اكتبها لكم ازاي، عملت كده مثلا وقلت لك عايز القلم ستة، ده 6 فيت و5 انش لو شفت الشكل ده ككتاب. طيب ده للسنجل يونت تراك، ده برضو ينفع للسنجل يونت تراك، ورسم لك الويل باس هنا او السنجل يونت تراك تاني. وهنا ده الكيرف على الاد جريد انترسكشن بطلعه ازاي. خلاص، فعندك في هنا الديزاين الانجل اوف تيرن، دي الانجل اوف تيرن دي علاقه فاكر انت اللي هي الديفليكشن انجل، حاجه شبه الديفليكشن انجل يا جماعه. وعندك هنا الديزاين فيكل نفسها، انه عربيه، في عربيات مختلفه وكل العربيات ديت ليها الجايد بتاعها جوه اللاشتو. وطلع هنا والله سمبل كيرف، خلاص بتطلع الكيرف راديوس بكام، والاوفست والتايبر اللي هو عايزه كمان. ممكن تعمل حاجات مش سمبل كيرف، ممكن اعمل له 3 سنترد كومباوند، ممكن اعمل 3، ممكن اعمل برضو حاجات تانية هنا بالكيرف راديوس ايا كان. يعني انت عندك التيبل هنا ممكن تبقى تبص عليها دي كفكرة مش اكتر، اللي هو ازاي اطلع الكيرف نفسه بيبقى عامل ازاي. طيب كويس، ال channelization حلو. ال channelization قلت لك قبل كده ان هو ال سواء ممكن ارسمه بال كماركينج، وممكن يتعمل كخرسانة مصبوب وريزد ايلاند. يعني ايه لازمته؟ ان هو بيبروفايد كلير انديكيشن للباس، صح؟ لما انا بخش على انترسكشن لو ما في channelization انت اوتوماتيكلي بتفهم الحركات اللي فيه عامله ازاي. لو مش موجود عليه channelization انت ممكن تبقى تايه، سن ممكن تخش عليه مش مجمع قوي برضو الموفمنتس اللي عليه عامله ازاي، بتفرق طبعا. تمام. وخلي بالك برضو ان في ساعات يعني في intersections مش مسموح عليها بالليفت تيرن، ممكن ما تلاقيهاش كتير، ممكن ما تلاقيش الكلام ده هنا في مصر، بس بره في كل حته الكلام ده موجود. يعني لو ممكن حط لك ساين يقول لك ممنوع تعمل ليفت تيرن من المكان ده، وفي اماكن ما فيهاش رايت تيرن، دي قليله ما بشوفها يعني نادرا، بس ممكن يبقى عندك الرايت تيرن بروهيبيتد ممنوع، ليفت تيرن بروهيبيتد منتشره موجوده كتير، يحط لك ساين كده عليها علامه ليفت وعليها خط بالاحمر ممنوع ان انت تدخل شمال. التشانلايزيشن بقى بيساعدك كمان ان انت تحسن الموضوع ده للناس اللي داخله على الانترسكشن. يا دكتور، يا دكتور، تمام معاك يا سلام حضرتك. هو طب ليه بيبقى ممنوع ممكن ان هي مثلا ما يبقاش في رايت او ليفت او كده؟ زي ما قلت لك بقى كلها حسب الترافيك فوليوم اللي عندك قد ايه. تمام، ساعات ممكن يمنع اليمين، يعني حصلت قبل كده في انترسكشن معين فيه البيدسترينز كتير قوي مثلا، فهو لازم يعمل اعتبارات للناس اللي داخل للموفمنتس بتاعت العربيات. ممكن الترافيك سيجنال مش كفايه، يعني وصل ان هو عمل ترافيك سيجنال ولسه الفوليوم كتير قوي مش قادر ان هو يتحكم فيه، مش كفايه، فيقوم مانع موفمنتس معين، يقول لك انا همنع اليمين وامنع الشمال،
ويسمح لهم ان هم يعملوا الموفمنت ديت في مكان تاني اب ستريم او داون ستريم، فيخف الضغط اللي على الانترسكشن من ناحيه التيرنينج موفمنت. كويس. يعني هو يعملها من اول، يعني يبقى عاملها ديزاين من اول ومنفذها وبعد كده راح قافلها، ولا هي ما عملهاش اصلا من اول؟ يعني معنى حضرتك ان هو اكيد كان عاملها وقفلها. لا مش شرط، ممكن يكون كان عاملها وقفلها، وممكن يكون عملها كده من البدايه، عامل الانترسكشن البلان بتاعته ما فيهوش ليفت تيرن، فبيحط له ساين ان ما فيش ليفت تيرن هنا. معايا؟ اه تمام تمام اوكي ما فيش مشكله. تمام تمام طيب المميزات زي ما كنت بقول لكم بقى، بي بروفايد كلير انديكيشن للباث، بي كنترول الميرجنج والدايفرجنج والكروسنج، احنا اتكلمنا على دول طبعا في الاول ككونفليكتس. بي جيف برايورتي للبرودومينانت موفمنت، خلاص. بي بروفايد بيدستريان ريفيج، لو انت زي ما قلت لك عندك بيدستريانز ممكن يقفوا عليه، ممكن يقفوا على الشانلايزيشن هو معدي هو بيعدي الطريق. بي بروفايد سيبريت ستورج لينز، شفناها في الرايت تيرن اونلي باي او في الليفت تيرن اونلي باي. ممكن يكونترول البريبيد تيرنز زي ما قلت لك، ممكن تعمل الشانلايزيشن يمنعك ان انت تعمل موفمنت معين ملهاش دخل قفلها لك، او ممكن يرستريكت الفيكل سبيد، طبعا بيأثر على السرعة بتاعة العربيات. في بعض الأحيان كمان في مشاريع اللي بيكون متسجل فيها حوادث كتير بيبقى عايز يقلل السرعة، فساعات ممكن تلاقي حد بيقلل السرعة on purpose، يعني يروح يقلل هتشوفها كمان في عرض الحارة، فكان انت عرض الحارة كل ما زاد كان بيحسن ال level of service، بس في ناس بتقلله قصد عشان يقلل السرعة، بيروح يعمل حاجة اسمها دايتنج عكس الوايدنج، بيصغر الحارات، يزود حارة في الطريق ويصغر الحارات خلاص، فالناس بتبقى ماشية حاسة ان هو مزنوق في الحارة فبيبطئ سرعته غصب عنه. ده ضد ال level of service، اه ضد ال level of service، بس بيبقى ليه اعتبارات تانية ان في حوادث كتير فعايز يقلل السرعة، فدي حاجات ليك انت تبقى فاكرها يعني مش اكتر. طيب ممتاز. في عندك بقى ال minimum pavement width على ال turning roadway في ال at grade intersections، ليها cases مختلفة وهتلاقي فيها ليها table هنا، الاعتبارات برضو بتاعتها ليها علاقة بال users بتاعت ال road user نفسه. خلاص دي مش مهمة أوي، دي يهمني بس إن أنت تفهم إنها موجودة، بس دي مش مهمة أوي مش هسألك عليها. طيب ال intersection control دي آخر حاجة هقولها قبل ما ناخد break. خلاص في ال intersection control أدوات التحكم في الترافيك ليها أنواع مختلفة، في فيهم الترافيك سيجنالز زي ما قلت لك، ممكن أحط سيجنال على ال intersection صعب أتحكم في الحركة، ممكن أحط ترافيك ساين، الساين ممكن تمنع بيها الليفت زي ما اقول لك، احط له ساين ممنوع الليفت تيرن هنا، احط له ساين اكتب له انه ما ينفعش يخش رايت تيرن هنا. والماركينج نفس الكلام، ممكن تحط ماركينج على الارض يقول لك اذا كان في ليفت تيرن هنا او ما فيش، ساعات هتشوفها بالماركينج بورد. ولو دورت على صور كتيرة ودخلت على جوجل ايرث واتفرجت هتلاقي خش في امريكا مثلا في واشنطن شوف اي حته هتلاقي الكلام ده عندك ايه كتير. انا تقريبا قفلت هتشوف حتى انا مجرد ما كتبت ميديان هتخش هتلاقي الماركينج موجود في كل حته يعني. تمام. كل الماركينج ده ليه معنى، يعني الجايد لاين ده ليه معنى، اللي عليه الهاتشنج ده ليه معنى مختلف وهكذا. طيب ليها بروبرتيز طبعا، ليها ديزاين، كل حاجه فيهم ليها ديزاين وليها بليسمنت وليها اورينتيشن او ليها اوبريشن، الترافيك ساينز ليها اورينتيشن برضو، ليها مينتننس وفيها يونيفورميتي، يعني لازم يكون انت لازم تكون الحاجات ليها جايد زي الام يو تي سي دي، في حاجه اسمها مانيوال اون يونيفورم ترافيك كنترول ديفايسز، فده حاجه من الحاجات اللي تخلي الناس كلها تفهم بعض، ان انا مهندس ترافيك شغال في مدينه في اوروبا في حته ما يكون عندي نفس الجايد لاين بتاع واحد شغال في نورث امريكا او تف. فلو احنا كنا شغالين بالام يو تي سي دي ده بيسهل على واحد بيسوق هنا ان هو يروح يسوق هناك والعكس، او يكون عندنا لغه واحده. خلاص عندك في اشكال مختلفه في يلد ساين، نيجي يعني للي انت بقى محتاج يعني تفتكرهم وهكمل شرح عليهم بعد كده. في يلد ساين دي معناه ان انت بتيلد للحركه اللي على الاتجاه التاني،
لو انا جاي من على طريق ماينور داخل على ييلد ساين، انت مش بعمل كده، ده معناه ان انا بيد للحركه بتاعه الشخص اللي على الميجر روت، هو اللي ليه حق، هو اللي ليه رايت اوف واي. فلو حصل حادثه انت الشخص اللي غلطان ايا كانت الحادثه عامله ازاي، طالما انت داخل من على ييلد ساين لو حصل حادثه هتبقى غلطتك انت. الستوب ساين يقف خالص، دخل انت على ميجر رود ولقيت ستوب ساين لازم تقف، ما فيهاش ايه، ما فيهاش تفكير. فالستوب ساين استريكت اكتر من اليلد ساين، دي لازم اقف على الماينر رود قبل ما ادخل على الميجر، واليلد ساين لازم اهدي وانا داخل على الميجر، لو لقيت ان الطريق فاضي او يسمح لي ان انا اكمل المانوفر بتاعي بكمل، مش هيسمح تقف، ممكن تقف او تهدي سرعتك بما يكفي انك تدي الميجر رود ان هو يكمل المانوفر بتاعه. في مالتي واي ستوب ساين، ممكن انترسكشن يكون عايز ستوب ساين من كل الاتجاهات، فور واي ستوب ساين او ثري واي ستوب ساين، كل الناس اللي على داخل الانترسكشن لازم تقف. دي منتشره اكتر في المناطق اللي هي ريزيدنشال، يعني بتشوفها، ممكن تشوفها كتير مالتي واي ستوب ساين. التشانلايزيشن خلاص اتكلمنا عنده كطريقه بتعمل بيها ترافيك كنترول، والترافيك سيجنالز اخرهم يعني، دي برضو تبقى عارفها مش اكتر، ولو هتاخدها هتاخدها بقى في الترافيك اوبريشنز، الكورسات بتاعت الترافيك. طيب انا شايف احنا ناخد بريك هنا احسن، لان انا بدأت اتعب برضو، وهنرجع نكمل في الديزاين بقى بتاع الانترسكشن نفسه. فدلوقتي احنا 7:10، ممكن نرجع على 7:30 كده. Thank you.
يا دانت، ايه الاخبار؟ ايه دول؟ اه لا، هم قافلين عليهم الباب. هم بره، بس هم قافلين عليها البتاع، قافلين عليهم، في حد ركن عليهم قافل عليهم. لا هم هنا لسه بره قدام الباب.
انا بس في المحاضرة فلازم ارجع المحاضرة. ماشي، انا خدت بريك 10 دقايق وراجع. طيب يا جماعة، نرجع نكمل الديزاين بتاع الـ intersections. طيب انا هنا لخصت لكم الموضوع شوية في flow chart. كويس كده، بعد ما اخلصها في امثلة هيبقى عليها بونص برضو، لو حد جاوبها هياخد بونص. تمام، ال ايه الفكرة بقى في الديزاين نفسها؟ انت في بناء، يعني في كونسبت خلاص في الديزاين، بناء على الكونسبت ده بيطلع كل المعدات والأرقام والتيبلز اللي انت هتشوفها، وهو السايد تراينجل. تمام، انا حتى هنا ملخصها لكم هنا كديزاين كونسبت، يعني ايه الفكرة. حلو، ان انت عندك لو في شخص على الماينور انترسكشن ابروتش عايز يعمل مانوفر، سواء هيمشي طوالي او هيدخل يمين او هيدخل شمال، محتاج ان هو يشوف الابروتش التاني عشان يعمل ديسيجن، صح؟ طيب ده بي امباكت ايه؟ بي امباكت البليسمنت بتاع الادجيسنت بيلدينجز خلاص، وبيأثر على اللاند يوز اللي موجود جنبك او جنب الطريق على طول، ويبقى عندك ما يعرف باسم حرم الطريق، صح؟ ويبقى عندك مكان ممنوع فيه الانشاءات، ممنوع فيه ان اي حد بيبني ان هو يتعدى الخط بتاع الرايت اوف واي. طيب كويس، يبقى انا لو حطيت الكلام ده بشكل تكنيكال اكتر، هقول لك ان الانترسكشنز you need a clear unobstructed side triangle which depends on speeds but depends on the type of intersection control، هو uncontrolled ولا stop ولا yield. خلاص، ده من ناحية التكنيكال نفسها اللي انت لسه هتفهمها. كويس كده، فانت عندك هنا الرسمة اهي، في الطريق ماينور اللي هو الرأسي، وفي طريق ميجر اللي هو الأفقي اللي هنا، في عربية A ماشية على الطريق الميجر،
وعربية سي ماشية على الطريق الماينر، فسي محتاج تحت أي ظرف من الظروف إن هو يكون شايف العربية اللي اسمها ايه تحتين. طيب كويس. لما أرسم ده مثلث، خلاص لو خدت أنا ما بين سي ودي ورسمت المثلث ده، هو ده اسمه السايد تراينجل، تمام؟ وده السايد لاين اللي ما بين العربيتين. أي مباني لازم تكون موجودة بره السايد لاين ده، أو بمعنى أصح أو بمعنى أدق جوه الجايد لاين، أي obstruction أو أي مبنى يكون الإدج بتاعته بره السايد تراينجل بتاع الانترسكشن. طيب حلو أوي. في مميزات، في يعني في اللي هي المسميات لازم تكون عارفها، إن بعد المبنى أو الأوبستراكشن عن الطريق الماينر دايما هنديله الرقم أو هنديله المسمى بي، والبعد بتاع الأوبستراكشن عن الميجر رود دايما هيكون اسمه ايه. خلاص، الطول بتاع السايد تريانجل على الميجر رود هنسميه دي ايه، والطول بتاع التريانجل اللي موجود على الماينر رود هنسميه دي بي. خلاص، يبقى بعد الأوبستراكشن عن الماينر هنسميه بي، والطول بتاع السايد تريانجل على الماينر هنسميه دي بي. كويس يا دكتور، معاك مين اللي اسمه؟ هو البعد، هو البعد مصطفى حضرتك، البعد بي ده لحد فين؟ البعد بي ده ما بين الخط اللين، الانر لين اللي هنا. تاني يا دكتور معلش، ما بين الخط السنتر لاين بتاع الانر لين اللي على الطريق. اوكي ماشي، بتاعت الاوبستراكشن. تمام. طيب حلو قوي. في علاقه بينهم بتشابه المثلثات ما بين الدي اي والدي بي والاي والبي، دول لو عملت انت حساب مثلثات وبتاع والكلام ده، وتشابه المثلثين الكبير مع المثلثات اللي هي الصغيره، ايا كانت الطريقه اللي هتعملها هتطلع بيها بنفس المعادله اللي انا ملخصها يعني ايه دي، ودي اسهل لك تحفظها برضو بالطريقه دي اللي هي يعني. دول هنجيلهم دلوقتي. خلاص، طيب انا هنا ده كان بس الكونسبت، بقول لك الدنيا فيها ايه. في ثلاثة تايبس من الانترسكشنز، uncontrolled والستوب والييلد، دول الثلاث انواع اللي بيجوا قبل الترافيك سيجنال. كويس، ال uncontrolled والستوب والييلد المسمى بتاعهم هو A و B و C في الجايد لاين. يعني بقول لك intersection control type A، ده معناه ان هو uncontrolled. type B معناه ان هو في stop control على minor approach. type C معناه ان في yield control على minor approach. سهلة كده، أعيدها تاني. إن أنت عندك لو مفيش كنترول على الماينر ولا الميجر، مفيش أي حاجة، ده اسمه uncontrolled، ده type A. لو في عندك stop sign على الماينر رود ده اسمه type B. لو في عندك yield sign على الماينر رود ده معناه إن هو type C. yield يعني أنت بتيلد للناس اللي موجودة على الطريق الميجر. الستوب لازم تقف، اليلد لازم تبطأ أو تهدي، وإذا لزم الأمر تقف. يبقى تاني الفرق بين ال B وال C، الستوب انا لازم اقف، ما عنديش اوبشن، لازم اجي عند الستوب لاين اللي على الماينر رود واقف. اليلد انا مش ملتزم ان انا اقف، مش لازم، ممكن اهدي شويه ولما اقرب من الطريق والاقي الدنيا كويسه اسرع واكمل المانوفر بتاعي من غير ما ابطل او من غير ما اقف. يبقى الفرق بين الستوب واليلد هو ان انت مش محتاج تستوب في اليلد كونديشن، بس ممكن تقف لو لازم الامر. طيب اوكي، هنا انا حاطط ده مثال لسؤال، يعني لما ابعت لك الفلو تشارت هتلاقي ده هنا، ده example لسؤال ممكن يكون شكله عامل ازاي في الكيس الأولانية ال uncontrolled، لأن احنا هناخد كل كيس منهم type A و type B و type C، ازاي اعمل ال design بتاع ال intersection في التلاتة cases. خلاص، وده أهم جزء في المحاضرة by the way. فهنبدأ ب type A، إن أنا عندي uncontrolled، بـ design ازاي وأحل ازاي لو جالي سؤال عليه. فال uncontrolled عندك ال two vehicles اللي موجودين على ال side triangle لازم يكونوا شايفين بعض بشكل كافي. الكلام ده بجيبه منين؟ بجيبه من table اسمها 7.7، table 7.7 هنا، تمام؟ طيب أنا بعمل إيه في الكيس دي؟ أنا بديلك السرعة اللي موجودة على ال minor road والسرعة بتاعة ال design اللي موجودة على ال major road. فمعاك حاجة اسمها V major، السرعة على ال major، و V minor هي السرعة design speed على ال minor.
باخد الاثنين بدخل بيهم في الجدول. كويس، اخد الاثنين هنا هدخل بيهم في الجدول هنا، واطلع بيهم اللينكس بتاع الليج بتاعه السايد تراينجل اللي هما ايه، اللي هما الدي اي والدي بي. هخش بالسرعه بتاعه الميجر، هجيب بيها الدي اي. فاكر ان اللي على الميجر هي الدي اي، دي بتتوقف على سرعه الميجر. ببعده هنا بشكل كافي ان هو لو خد ديسيجن ان هو عايز يقف ما يبقاش عنده مشكله، لو شاف ان سي ده قريب هنا او عنده في ترافيك جاي على الماينر وهيضطر ان هو يقف، خلاص هيقف. فانا ببعد الاثنين عن بعض بشكل كافي ان يكون الكونفليكت بوينت كافي. كويس كده. طيب ممتاز. هتحل ازاي الكيس دي؟ لو جيتها هتدخل على تيبل 7.7 الاول، تحط فيها الديزاين سبيد اللي على الماينر وعلى الميجر رود. كويس كده. طيب هطلع منهم بالدي اي والدي بي. فليتس ساي ان انا عندي الديزاين سبيد على الماينر هي 40، او الماينر يعني 35 ليتس ساي، لان ده مايل بير اور فده رقم عادي. خش ب 35 مثلا، اطلع بكام؟ 165 فيت مثلا. وادخل بالديزاين سبيد اللي موجوده على الميجر ليتس ساي 50 مايل بير اور مثلا، واطلع ايه، يطلع معايا 220 فيت مثلا. فبقى عندي البعدين اللي على المثلث بتاع السايد تراينجل. طيب انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش. عشان تكمل الديزاين، سواء انت بتعمله في مسألة والله ولا بتعمله في الشغل مش هتفرق معانا في حاجة. خلاص هتخش هنا على التابل دي، في تابل 7.7 ليها A اللي هي أول واحدة، و B اللي هي التابل اللي تحتيها هنا. بعمل بيها، بزود بيها الديستنس الدي و A والدي بي بناء على الميول اللي موجودة على الطريقين. خلاص، فلو الابروتش بتاعك الجريد بتاعته أكتر من 3% السايد ديستنس جيفن في ال A وال B هتتغير، should be multiplied by appropriate values given in B. فانا هاخد الرقم اللي جبته من هنا هضربه بالرقم المناسب او المقابل ليه في ال approach grade مع ال design speed. خلاص كده، فانا عندي ال approach grade لو انت بصيت هتلاقي من minus 3 ل 3 كلها بوحيد، فده معناه ان مش هتغير حاجة في الرقم. لو هي اكتر من minus 3 يعني اقل من minus 3 او اكتر من 3 هتضرب في الابعاد اللي موجودة هنا. خلاص، طبعا بموجب 3 او يعني الاكتر من موجب 3 ده معناه ان الطريق اصلا الجريد بتاعته عاليه، فانت الابروتش جريد هتساعدك ان انت تبطئ او توقف، فمش محتاج كل الديستنس اللي موجود عندي هنا، فبتضربها في رقم اقل من 1 عشان تقل شويه. لو الميول بتاعت الابروتش جريد بالماينس معناه ان هو الطريق نازل، ده بيزقك اكتر مش بيقاومك، صح؟ فانت لو عايز تقف هتحتاج مسافه اكبر، فبضرب في الفاكتور اللي موجود هنا عشان ازود الديستنس اللي على الابروتش. خلاص، فتركز برضو في اليونتس. انا بشغل مايل بير اور، فهدخل مايل بير اور اطلع ايه الرقم بكام. في تيبل تانية باللي هي المتريك ممكن تاخدها في السكشن مثلا، ممكن تلاقي رقمها مختلف، يعني تبقى تيبل مش 7.7 تبقى رقم تاني. فلازم تركز في الكومن ميستيكس اللي عندك، هي الكوركشن للجريد واليونتس والفيتال ميستيك اللي هي رقم واحد اللي شفتها قبل كده في الامتحانات، ان انت الدايركشنز ار اولويز كاونتر كلوك وايز. خلاص، ده نورث امريكا وايجيبت. حلو كده، يعني انت هنا الغلطة الكومن اللي كل الناس بتعملها، وهي غلطة الصراحة يعني غلطة من اغرب الغلطات اللي انا شفتها في حياتي، ان انت تلاقي حد هنا حاطط لك الراجل اللي جاي هنا سي يحطه لك في الحارة دي، الحارة اللي هي اصلا العكس، والراجل اللي جاي من هنا يحطه لك ماشي في الحارة التانية، ويرسم المثلث ويعيش حياته ويحط لك المبنى وخلاص وخلصت. لو عملت الكلام ده فيتال ميستيك زي الخرسانة كده، ده صفر. خلاص كده. طيب حلو أوي. المعادلة بقى بتاعت التشابه المثلثات اللي هي دي، أنا كنت بحفظها كده مثلا لما كنت بشتغل، كنت بسأل على نفسي بدل ما أقعد أعمل البتاعة دي، ممكن تعملها كده الديستنس على الماينور على الديستنس على الميجور بتساوي الديستنس from الميجور على الديستنس اون الميجور ناقص الديستنس فروم الماينر. فانت دايما ممكن اديك واحد منهم وابقى عايز التاني. خلاص، يعني انت في السؤال ممكن اديك اقول لك ان المبنى بعده عن الماينر بكذا، هات لي البعد التاني بكام او العكس. تمام. ال common mistakes زي ما قلت لك لازم تهتم بدي، دي اهم حاجه. لو عملت دي انت كده صفر، خلاص ما ضيعت السؤال. طيب الاسئله اللي ممكن تجيلك في الجزء ده في الـ Type A، ان انت يا اما اديك السبيد
الاتنين اللي على الميجر والماينر، واديك الديستنس بتاعت المبنى من واحدة فيهم واسألك على التانية، او ان انا اديك الديستنسز ما بين الميجر والماينر والمبنى ال A وال B، واديك سرعة من الاتنين صح، واطلب منك اللي ايه، واطلب منك الرابع. خلاص، في بقى حاجة أسوأ من الاتنين، ان انا اديك السرعات على الاتنين وما اداكش ال A وال B، ولا هات لي الخط وحط لي potential distances للمبنى. دي كانت في الفاينل بتاعنا لما كنت في عين شمس في الجامعة وانا طالب، دخلت انا عمال ادور انا مش فاهم فين ال A وال B، مش عارف هما فين، بقرا السؤال تاني مش لاقي ال A وال B، مش لاقي حاجة. والراجل سأل قال لك حط لي المكان بتاع ال obstruction، فانا ارجع اقرا تاني فين ال A وال B، مش لاقي A وال B، مفيش. طلع في الاخر هو قال لك انت لما تحلها انت تجيب A وال B، تفرد واحدة وتجيب التانية، وتقعد بقى انت تحاول، لان انت هتفرض واحدة ممكن تكون مش على الخط ده اساسا، فتيجي تحلها تلاقي مش عارف تطلع رقم من الناحية التانية. فكان احسن حاجة ان انت ترسمها، انا في الاخر رسمتها، قمت داخل راسم الخط بتاع المثلث تو سكيل وريحت دماغي. تمام، اغلب بقى الناس كانت مش عارف يطلع الاي والبي، ضيع وقت وعمال يفرض حاجات وبتاع ايه ده، وده لو اكتشف ان هو المفروض يفرض اساسا. خلاص، فده النوع التالت اللي انا مش كاتبه لك هنا يعني. طيب، في حد مش فاهم حاجة في التايب ايه لحد دلوقتي؟ طيب كويس، يبقى السكوت علامة الفهم. تايب بي بقى عشان نلحق نخلص. تايب بي زي ما قلتلك عندك ستوب تايم على الماينور رود، يبقى التايب اوف كنترول اللي موجود عندي ستوب كنترول على الماينور رود، يبقى اي حد جاي من على الماينور لازم يقف على الخط بتاع الستوب الستوب ساين بتاع. فبقى عندك هنا ستوب ساين وجنبها خط على الارض هنا لازم تقف عنده قبل ما تكمل المانوفر بتاعك على الطريق الايه الميجر. طيب، ايه انواع الحركات المانوفرز اللي متاحه ليا ان انا اعملها؟ يا اما اكمل طوالي ده اسمه كروسنج، يا اما اكمل ليفت عايز ادخل شمال هخش في الليفت تيرن، يا اما هعمل رايت تيرن واخش على الناحيه اليمين. طيب حلو قوي، في كل كيس عندي مثلث، يعني كل كيس فيهم انا عايز اللي موجود على الميجور يبعد عني كفايه ان هو يديني وقت كافي ان انا اعمل المانوفر بتاعي، هو ده المبدا. يبقى انا راجل على الماينر واقف مستني ان يكون عندي المثلثات دي فاضيه عشان اكمل المانوفر بتاعي. يبقى انت لازم كديزاينر تبعد له الناس اللي على الميجور عنه كفايه ان هو يكون عنده وقت انه يكمل المانوفر بتاعه. طيب حلو، الوقت ده اسمه ايه؟ اسمه تي جاب، تيبل 7.8 اهي. ده الـ time gap لـ case B1 left turn from stop بالتايم. يبقى الـ T gap ده اللي أنا محتاجه كراجل غلبان ماشي على الماينر عايز أكمل المانوفر بتاعي، فأبعد عني إيه كفاية إن أنت تسيبني أعمل المانوفر بتاعي. فعندك في تلات أنواع من العربيات، ممكن يكون عندك passenger car، ممكن عندك single unit truck، أو ممكن يكون عندك combination truck اللي هي الكبيرة. كل واحدة فيهم محتاجة وقت مختلف، صح؟ العربية الكبيرة محتاجة وقت أطول عشان تكمل المانوفر. أقل حاجة فيهم passenger car محتاج 5 seconds عشان يكمل المانوفر بتاعه. طيب، الجدول ده زي اللي في القشطة اهو. خلاص، في قيود فيه مش هينفع استخدمه كده من باب للطاق، صح؟ ليه؟ في assumptions فيه، لو ال assumptions دي مش متحققة لازم هعمل فيه تعديلات للرقم اللي طالب للاتجاه. ايه التعديلات دي؟ لازم تقرا الكلام ده هنا، يعني انت في القشطة لازم دايما هتلاقي حاجات مكتوبة تحت التابلز تقراها. حلو، طيب يبقى انت عندك هنا نقرا مع بعض النوتس اهي. يقول لك ان التايم جابس ار فور ستوب ذا فيكل اون تو ليفت تو تيرن ليفت اون تو ا تو لين هاي واي، خلاص، with no median and the grade 3% or less. خلاص، ال table values require adjustment as follows. يبقى حاطط لك ازاي تعمل adjustment لل table values اللي موجودة عندك هنا. خلاص، يبقى الفرد بتاعه اللي هو عمله ان انت على هتعمل ليفت تيرن، لان دول التلاتة كيسز زي ما قلت لك، ده عندي كيس ان انا عايز اخش ليفت، وفي كيس ان انا عايز اخش يمين، وفي كيس ان انا عايز اكمل طوالي. كل واحده فيهم هتطلع لك ابعاد مختلفه للمثلث بتاع الرؤيه. طيب، دي اول كيس فيهم اللي انا قلت لك عليها ايه، داخل ليفت. فالتيبل دي 7.8 معموله مخصوص للناس اللي داخله ليفت تيرن مش لاي حد، وفيها assumptions كمان اللي هي ان هو بيفترض ان الطريق ده حارتين، يبقى انا عندي لو اكتر من حارتين هحتاج وقت ازيد، وفرق كمان ان مفيش جزيرة مفيش مدينة، يبقى انا لو في مدينة هاخد وقت اطول.
وفرق كمان ان الجريب بتاعته 3%، يبقى هو لو اكتر من 3% ممكن احتاج وقت اطول. لو هو بالموجب يعني، صح؟ يبقى انا احتاج وقت اطول، يبقى محتاج تبعد عني الناس كفاية اكتر، استنى كمان. طيب قال لك هنا لو ده مالتي لين هاي واي، خلاص for left turns onto the two way هاي واي with more than two lanes، زود نص ثانية للباسنجر كارز او 0.7 ثانية للتراكس لكل حارة زيادة. خلاص يبقى انا عندي، انا فرض ان انا عندي حارتين ولازم هنضطر ان احنا نرسمها. تعالى بقى نرسمها في البينت اهو عشان تبقى انت ايه فاهم اللي بيحصل. هعملها هنا اسهل من ال. طيب حلو، يبقى هو الفرد بتاعه كان ايه؟ الفرد بتاعه ان انا كده اهو عندي حارتين فقط ومفيش ميديان، حارة هنا اهي ماشية كده وحارة ماشية كده. وافتكر برضه فيت المستيك، لو عملتهم العكس، لو عملت ان ده ماشي كده وده ماشي كده هتاخد صفر في السؤال، مش هيتصلح اصلا. تمام. طيب حلو اوي، يبقى انا هنا لا تاني عيدهم تاني دول يا دكتور. عيد ايه؟ انا بقول لك هنا لو انت افترضت ان الحارة دي، افترضت ان حركة العربيات مع عقارب الساعة يعني عملتهم ماشيين كده وماشي وماشي كده هتاخد صفر في السؤال، ده فيت المستيك. كويس. تمام. طيب لو معاك سعر بالساعة، فانا عندك هنا الفرض بتاع الجايد لاين ان الراجل ده هيطلع يخش شمال خلاص على الطريق التاني، والطريق ده حارتين بس مفهوش مدي. لو بقى عندك كيس مختلفة، لو زادوا حارة، لو افترضنا ان دول حارتين، نرسم ده الاول اهو عشان لو رجعنا نرجع تاني براحتنا. لو عندك ده حارتين يبقى انا في حارتين في الاتجاه الواحد، ادي حارتين هنا اهو وفي حارتين هنا. خلاص اول حاجه لازم تعملها الفيتال ميستيك التانيه، ان ده لازم لما يخش شمال يخش في الحاره اللي قريبه. لو حليت ان الراجل ده يدخل شمال في الحاره البعيده هتاخد صفر ان هو يخش هنا، ادي ايه تاني فيتال ميستيك. خلاص يبقى الفيتال ميستيك الاولانيه هي الاتجاهات، الفيتال ميستيك التانيه ان انت تفترض انه هيروح في الحاره البعيده، مفيش حاجه اسمها كده. اي حد داخل شمال بيخش في الحاره القريبه اللي هي هنا، أقرب حارة داخلة، أقرب حارة على الميجر رود يخش فيها ويكمل المانوفر اللي هو الليفت. في الكيس دي هو عدى زيادة عن الجايد لاين حارة زيادة اللي هي دي. لو هو باسنجر كار هزود عليها نص ثانية للتيجاب، لو هي تراك هزود عليها 0.7 ثانية على التيجاب. هو ده اللي كاتبه لك في الجدول، بس الموضوع مفيش أبسط من كده. طيب افترض ان هو كان في كمان ميديان، لو دي ميديان هنا بحول كمان الميديان لحارات زيادة. لو هو هيخش في ليفت وفي كمان ميديان، هفترض ان الميديان مثلا هيديك طولها، لو قالك ان طول الميديان 1.5 مثلا متر وطول الحارة 3.6 هتقوم قاسم الاتنين على بعض، فتقول لي مثلا ان ده تقريبا نص حارة، تحسبها بقى ولا whatever، تقول لي ان كده عندي حارة ونص، وتضربها في الرقم ده، تضربها في البوينت 5 وتضرب في البوينت 7 حسب العربية اللي عندك. بس كده خلاص. فده اول حاجه ايه قال لك عليها، ان انت لو عندك ميديان او عندك حارات زياده هتصلح نص ثانيه للباسنجر كار لكل حاره، 0.7 ثانيه لكل تراك لكل حاره، للتراك لكل حاره. طيب التصليح التاني ان انا لو عندي ابجريد، لو عندك الابروتش جريد از ابجريد وبتكسيد 3% هتزود 0.2 ثانيه لكل بيرسنت جريد فور ليفت تيرنز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي 3 مش هصلح، هسيب الرقم زي ما هو. لو عندي 4 يبقى 4 مضروبة في 0.2 لكل بيرسنت جريد فيهم هضرب في 0.2، صح؟ يعني هقوم ضرب 4، لو هو طلع 4% هضرب 4 في 0.2، خلاص كده يبقى عندي 0.8 ثانية زيادة على التيجاب، صح كده؟ مش بضرب في الزيادة، يعني 3 4 مش عشان هما واحد فوق التلاتة فهضرب في 0.2، لأ هو التصليح بتاعه كده، لو زدت فوق التلاتة تضرب الرقم كله في 0.2. طيب بعد ما خلصت الكلام ده وجبت التي جاب أعمل إيه؟ هتروح هنا في التبعد، هجيب بقى دي اللي أنا عايز أجيبها، الدي اللي موجودة على الميجر رود، الدي بتاعت الانترسكشن سايد ديستنس، هي دي دي اي اس دي، يعني دي انترسكشن سايد ديستنس 0.278 في السرعة في الزمن بس. جبت انا هبعد قد ايه؟ فالراجل ده لو والله لو شاف المسافه دي فاضيه هيكمل المانوفر بتاعه من غير ما يكون عنده مشكله،
وارسم المثلث وخلاص والدنيا ايه ظريفة. طيب اللي هو الدايمنشن الرأسي ده، عشان لو انت بتحل ومطلوب منك ترسم المثلث او عايز تحسب حاجة، ده بيكون نص حارة، يعني انت داخل شمال فيبقى نص الحارة الشمال، وتجمع عليها بقى الأبعاد بتاعة الطريق، تمام، زائد الحتة الفرق بين العربية والستوب ساين اللي هي والإدج بتاعة الطريق، يعني الإدج بتاعة الطريق هنا والستوب ساين هنا بتبقى على بعد تقريبا 5 متر أو 4.2 متر. وممكن عشان نبقى زي السكشن، السكشن هيشرحها لكم 4.2، تبقى هي 4.2 متر المسافة بين الستوب لاين وبين الإدج بتاعة الطريق، دي اللي أنا بجمعها على باقي الأبعاد اللي هنا عشان أجيب الضلع ده من المثلث. طيب حلو أوي. فده كده إيه، لو أنا عندي ستوب كنترول الكيس الأولاني إن أنا داخل شمال، يبقى المثلث خلي بالك هيكون موجود ناحية إيه، ناحية اليمين. لو أنا عايز أخش شمال المثلث بتاع الرؤية هيبقى على يميني. طيب إيه اللي بعد كده، أنا أكتب لك هنا الكلام تاني مسهله، يعني أنا خدت الكلام اللي مكتوب في الأشتو اللي بيشرح الحاجات اللي هي مختلفة عن الجايد لاين، سهلته شوية وكتبته لك هنا تاني، وإن ده مكان برضو فيه غلطات كتير، ده common mistakes. وده رقم يعني اللين ممكن تفرضها ب3 و6، ده فرض منطقي ممكن تعمله في الامتحان لو أنت ما عندكش عرض الحركة كام. خلاص طيب حلو أوي. إيه الكيسز الاتنين التانيين؟ مش أنا عندي قلت لك فيه كيسز تانية إن أنا أكمل طوالي أو أدخل يمين، هنشوف بقى الكيسز التانية. فقال لك لو في right turn maneuver ال HTB suggests that the values shown على table 7.8 should be decreased by 1 second hence the calculations for the left turn maneuvers are conservative. حلو، هو بيقول لك هنا، بيقول لك ان انت عندك لو هتخش يمين تقدر تاخد الارقام بتاعة table 7.8 اللي هي هنا وتنقص منها ثانية، اللي داخل يمين اسرع من اللي هيخش شمال، فممكن احتاج جاب اقل فتقلل من كل واحدة من دول ثانية. ده أنا عملته هنا، أنا قمت واخدها هنا كتبتها لك تاني، الباسنجر كار والسنجل يونت تراك والكومبينيشن تراك، والكل واحدة فيهم أقل ثانية من اللي هنا، ما أظن مفيش أسهل من كده، خدتها وكتبتها لك وحطيتها لك هنا كمان عشان ما تغلطش وأنت بتطرح الثانية. تمام، لو بصلح للجريد هزود 0.1 ثانية لكل بيرسنت جريد فوق 3%. وخلي بالك إن الكومن ميستيك التانية إن أنتوا بتيجوا تصلح في الجريد هنا ينسى ويقوم داخل مصلح الجريد بتاعت بالتيبل بتاعت ال uncontrolled intersection. ده طبعا كلام ايه، ده كلام طبعا ايه تاخد عليه صفر كبير. فما تنساش ان تصليح الجريد في كيسز، في الكيس دي بيتصلح مش بالتيبل بتاعت تصليح الجريد لتايب ايه، دي حاجة لازم تفتكرها برضه وكمان مستيك بتعملوه. طيب فانا لو هحل على الرايت تيرن هرسم المثلث بتاع الرايت تيرن، فما تنساش انا عايز اخش يمين هبص شمالي، يبقى ارسم المثلث على الشمال عشان اجيب الطرف بتاع المبنى اللي موجود على الناحية الشمال، صح الناحية دي، وتحط عندك اهي ال تي جاب وتصلح التي جاب. وهنا بقى مفيش طبعا تصليح لعدد اللي هي الجزيرة والحارات لان انا داخل يمين، فمفيش اوبشن ان يكون في حارات زيادة ولا ميديان زيادة، فهتصلح بس للجريد وتحسب اللي هي الدي اتنين دي اللي هي الدي اي اس دي او دي واحد يعني اللي على الشمال هنا. طيب الكيس الأخيرة، الكيس الأخيرة هي الكروسنج إن أنا أكمل طوالي. هو في الجايد لاين بيقول لك إن المينيمم ريكوايرمنت للرايت والليفت تيرن هيساتسفاي الريكوايرمنت بتاع الكروسنج. خلاص أنا الكروسنج أنا ساعتها هبص يمين وشمال فهيبقى عندك مثلثين. هو الراجل بيقول لك لو أنت عملت الليفت والرايت وحسبت عليهم الكروسنج هيكون سيف، ما عدا إمتى بقى، ما عدا كيس واحد، دي الكيس الوحيدة اللي هيكون فيها الكيس بي تلاتة محتاجها، محتاج إن أنا أحسب عليها حسابات بتاعتي اللي هي أنا كاتبها لك هنا، ان يكون عندك مفيش غير كروسنج مانوفر بس هو اللي allowed. ده اول اوبشن، ان يكون عندي مفيش ولا ليفت ولا رايت مسموح بيه في الانترسكشن، يبقى انا اشتغل على الكيس الوحيده اللي موجوده عندي كروسنج. ان يكون الكروسنج مانوفر بي انفولف ا ويدث اوف مور ذان 6 لينز، هعدي والطريق اللي انا هعديه الويدث بتاعه اكتر من 6 حارات، 3 حارات في كل اتجاه، او حتى لو كانوا 6 حارات في اتجاه واحد وات ايفر. الفيكن ماكس كروسنج انكلودز ا سبستانشال نمبر اوف هيفي فيكلز with the minor approach having a steep grade. خلاص يبقى انا عايز اكروس وال vehicle max اللي عندي فيه heavy vehicles كتير وال minor approach فيه steep grade، ال grade بتاعته ممكن تكون وصلت بقى معايا للستة او عدت الستة، ساعتها هضطر احسب على الكروسنج. خلاص بس مش مطلوب منك
في الكيسز العادية. موست كيسز مش محتاج الكروسنج ومش عايزك تحسب، وهنا اكتب لك اهو. دي ممكن اسألك عليها نظري كسؤال، بس انت مش هتحتاج تحسب الكيس بي 3 لو سألتك على التايب بي. في حاجات بقى كمان، ان انا ممكن ما اسالكش في السؤال، ما اقولكش انت ايه المانوفر اللي مطلوب. فلو السؤال did not mention what maneuver to use، هتكونسيدر الليفت تيرن على طول، هتحل على الليفت تيرن على ماين رود كال worst case scenario requiring the most side distance واستخدم. يبقى لو ما سالتكش وما قلتلكش تحل على انه مانوفر، هتفترض ان الليفت تيرن هي ال worst case scenario واحل عليه خلاص. والكروسنج سيناريو ده انا قلتلك ده كلام نظري، مش هتحسب عليه، مش هتحسبه يعني. ممكن اسالك عليه نظري بس مش هخليك تحسب عليه. طيب كويس اوي. يبقى ده كده ايه كل الكلام اللي انا عايز تعرفه عن الكيس بي ستوب كنترول انترسكشن. طيب ايه الكيس الاخيره عندك؟ زي ما قلت لك اليلد ساين. نفس الكلام، هتلاقي هنا سؤال، السؤال ده كمثال يعني. طيب اليلد كنترول زي ما قلت لك ان انت مش مطلوب منك ان انت تقف زي الستوب ساين. كويس. طيب كويس. نفس الكونسبت عندك هنا، هتستخدم تيبل اسمها تيبل 7.9. يعني ده عشان اشرحه لك محتاج الاول تشوف المعادله الاول. يعني انت لو نزلت هنا هتلاقي نفس الكونسبت، انا عايز احسب حاجه اسمها تي جاب، والتي جاب هي اللي انا محتاجه عشان ادي له وقت كافي ان هو يكروس. خلاص. في اليلد ساين احنا في الكيس بتاعتها بنحل على الكروسنج، ان هو يكروس الانترسكشن كله. تمام. وهنيجي للرايت والليفت دلوقتي، مش ازمتنا دلوقتي. الكيس دايما هتلاقي الكيس بتاعت اليلد الكروس بتاعها هو اللي بيكون فيه المشكله، فبتحل على الكروسنج مانوفر. تمام. فدي اول معلومه. فانا لو سالتك على اليلد كنترول هتحل على الكروسنج على طول. طيب المعادله هي دي اتجاب، دي اتجاب اللي انا عايز ابعد بيها الطريق الطريق الميجر، العربيات اللي على الطريق الميجر عايز ابعدهم كفايه ان هو يكروس. بحسب ازاي الاتجاب؟ بحسبها بالمعادله البسيطه دي من جزئين. تي اي هي الوقت اللي هو محتاجه او الوقت اللي هو هياخده عشان يوصل من النقطه اللي بيبدا فيها على الماينر للماينر نفسه للانترسكشن نفسه، هياخد الوقت اللي هو اسمه تي اي. تمام. وده بيتعمل فيه شوية assumptions، وبيعمل assumption ان هو السرعة بتاعته هتنزل 60% الناس اللي عاملين الروت. فلو انت افترضت ان هو هيمشي ب 60% من سرعته، كويس، هيكون عندك ال بتحسب بيها ال TA. طيب انا شايف في حد بعت حاجة تقريبا. لا محدش بعت حاجة. كويس. طيب نرجع تاني عشان نلحق نخلص، يعني just in case لو ال recording قفل اللي هو ال meeting، يعني انا عامله بالظبط ان هو يخلص 8، فهنبقى يعني هنبقى خلصنا مكان ما هو، فانا مش محتاج اكتر من 9 دقايق يعني. طيب يبقى انا هنا هخش الاول هجيب ال TA من table A7.9. خلاص. يبقى انت هنا هتخش على table 7.9 third column، اجيب منه ال TA حسب السرعة بتاعت الطريق الماينر، وده ال time needed to reach the intersection based on the minor approach speed. حلو. يبقى انا اخش هنا عندي ايا كانت السرعة اقول 50، ده ميل بر اور برضه، ف50 كتير، ف let's say انها 30، اخش بال 30 اجيب الايه السكند كولوم اهو، اطلع منه ال TA بكام. خلاص. او سوري، لا مش ده، فين ال TA؟ هنا. كويس كده. طيب حلو اوي. اللي هو ال third column ده تالت واحد، هيطلع منه whatever كام ثانية، بضيف عليها الوقت اللي هو محتاجه عشان يعدي الانترسكشن، صح؟ اللي هو المعادلة البسيطة دي، ده الوقت اللي هو محتاجه عشان يكلير الانترسكشن. خلي بالك ان في فرق بين ان اقولك كروس الانترسكشن وكلير الانترسكشن. انا هنا عايزه يكلير الانترسكشن، فيعدي الويتس بتاع الانترسكشن كله، الدبليو كلها دي اللي هي عدد الحارات والميديان كله. يعني عندي مثلا حارتين وميديان وحارتين، يبقى العرض بتاع الحارتين والحارتين والميديان 4 حارات وميديان، زائد ال LA اللي هو طول العربية، لأن أنا خلي بالك لو عديت اللي هو الحارتين والميديان وحارتين، لسه العربية جوه الانترسكشن مطلعتش، عشان يطلع هكمل ال LA اللي هو طول العربية اللي هو هيكون given في الامتحان على 0.88 في ال V minor اللي هي السرعة بتاعته. بس كده هفترض إن هو خلاص ماشي بسرعة ال V minor في 0.88. كويس. بعد ما جبت ال T gap ده الوقت اللي هو محتاجه عشان يكلير،
وتاني هنا ما تعملوش الغلطة بتاعت ان انت تجيب لي التي جاب من هنا. انا التي جاب ليا معادلة بجيب من الجدول ده التي اي فقط، هخش اجيب التي اي واطلع اخش هنا، بحسب بعد كده بالتي جاب الدي بتاعت الانترسكشن سايد ديستنس بنفس الايه المعادلة، وارسم المثلث بتاعي وكل حاجة مفيش مشكلة. طيب كويس، التصحيح اللي محتاج تعمله هنا هو على الجريد بس، في الكيس دي بصلح بالجدول بتاع كيس ايه، وهنا اللخبطة بقى ان انا في تايب بي كنت بصلح بالجريد بطريقة معينة، لما نطيت هنا رحت لليل ديساين رجعت اصلح الجريد بالتايب ايه اللي هي الجدول اللي كان هنا، هو ده هصلح بده، فانا خدته برضو عملت له كوبي وحطيته لك هنا كويس كده. فهصلح التي جاب الاول قبل ما احسب الدي اي اس دي. طيب ممتاز. الليفت والرايت في المانوفرز دي بتاسيوم ان الدرايفر will reduce his or her speed to about 10 mile per hour. الميجر رود leg length is computed using the same principles as case B1 و B2. ال T gap values used are 0.5 seconds higher than those shown in table A 7.8. فانت تقدر تقرا الكلام ده ازاي احل ال left و right في case C اللي هي C1 و2 right و left، تقدر تحلهم بالطريقة دي، هيتحلوا زي case B1 و B2 بس ال values هتبقى مختلفة شوية. خلاص كده، بس في الامتحان لو انا مثلا لو ما ادتلكش تحل بأنه طريقة بالظبط في انه maneuver حل على crossing. كويس، زي ما كتب لك هنا common mistakes grades must be adjusted using table 7.7 و make sure you use the correct units، وحل على الكيس اللي ده سألتك عليه في السؤال. كويس كده، كان في هنا تلات أسئلة، أنا كان عندي يعني طموحات رهيبة إن أنا ممكن نحل تلات أسئلة مع بعض، ده طبعا طموح doesn't make any sense، فأنا ممكن أسيبه لكم ك example تحلوه، واللي يحل ممكن يبعت لي على الواتساب يقول لي والله انا طالع معايا الارقام الفلانيه الكلام ده صح ولا انا بحل غلط. بس كان عندي برضه طموح تاني ان احنا نعمل انترتشينجز بس ده صعب، فانا بالتالي يعني كده كفايه عليكم النهارده يعني. بس يا ريت الناس تحضر في وقتها، يا اما نتفق على ميعاد مختلف يا اما الناس تبدا في وقتها، لان احنا كده اتاخرنا النهارده وضيعنا تلت ساعه في الاول مسجات ومش عارف مين اتاخر ومين بيركب ميكروباص وحاجات غريبه، فانا يعني الكلام ده ما يخصنيش انا في حاجه. فانا كده خلصت وسجلتها برضه، هبعت الابلود اللينك، عملها ابلود وابعت اللينك المندوب بتاعكم، ولو انت عندكم تعليقات بقى على الوقت يا ريت تقولوا لي دلوقتي، لان الموضوع الوقت ده مش هينفع كل مره نتاخر نص ساعه وتلت ساعه والكلام ده. بس دكتور احمد اتفق على ميعاد يعني وهنبلغ حضرتك. مين احمد اللي هو بتاع كريدت صح؟ اه طيب خلاص، ممكن الخميس او الجمعه يعني؟ لا خميس وجمعه صعب الصراحه، صعب جدا. اه نتفق مع بعضنا جروب ونبلغ حضرتك بالميعاد يعني المناسب، بس خميس وجمعه عشان اغلب الناس برضه مش هتوفر خميس وجمعه. هو احنا ممكن ناخرها بس ساعه يا دكتور، يكون كل الناس روحت. ما هو ساعة ده هنبدأ احنا كام؟ نبدأ 7 من ورا لـ 9، ما هفكر فيها، ابعت يعني ابعتولي كـ suggested time وانا هفكر. تمام يا نسمة، قولي ال انتي mainstream ولا credit ولا ايه؟ لا mainstream، هقول لمحمد اشرف. تمام طيب تمام اوكي، ابعتيله بقى. تمام كويس، في حد عنده طب اسئلة على المحاضرة ولا الناس تمام؟ دكتور هو المحاضرة اللي فاتت اتسجلت ولا لأ؟ اه اتسجلت بس انا ما رفعتهاش لسه، هرفعها وابعت اللينك مع المحاضرة دي. طيب تمام دكتور، حضرتك لو مش عايز ترفعها ممكن بس تبعت لنا اللينك واحنا ممكن نرفعها على اليوتيوب تشانل بتاعتنا ونبعت لحضرتك اللينك لو عايز. طيب ما هي كده في التو كيسز هضطر ان انا ارفعها، مش تفرق كتير، هرفعها وابعت لكم اللينك بتاعها. تمام طيب انا كده يعني خلصت، هفضل موجود لحد ما الناس تطلع لو حد عنده أسئلة.